عليكم، عامل ايه؟ معاكم سوسايد. فيديو النهارده بيتكلم عن ديكورات الشقه، وجوله بسيطه كده في معظم الشقه بتاعتي، واوريكم الديكورات اللي انا حطيتها. معظمها اشتريتها، ومعظم التاني انا عملتها على ايدي ريسايكل يعني وكده، فحبيت اشارككم معايا. ده الجزء التاني بتاع الجزء الاولاني بتاع امبارح، فيا رب يعجبكم الفيديو، ودوسوا لايك واشتراك علشان انتوا بتشجعوني جدا. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. طيب يا جماعه، رجعت لكم تاني. اتكلمت من بره الفيديو بقى خالص، بعد ما عملت لي ايديت قلت اجرب كده اتكلم من بره زي مذيعين ماتش الكوره، فقولوا لي رايكم كده احسن ولا صوت وصوره زي ما انا بصور في العادي احسن. المهم بقى نخش في الموضوع على طول. انا دلوقتي قدام الفازه، اهو الكروشيه اللي انا كنت عاملاها موريها لكم الاسبوع اللي امبارح، الاسبوع اللي فات ايه امبارح، وجبت حته فيلين كانت عندي وخرمتها من نص علامه الاكس دي، ودخلت فيها الورده، حشرتها فيها اهو عشان الورده ما تروحش ولا شمال ولا يمين، وعلشان تتثبت تمام. غير كده كمان علشان الفيلين دي كمان هتاخد حيز، ان انا املى الفازه ورد زلط زي ما انتوا هتشوفوا كده. ده زلط انا جايباه من الشارع، جوزي جايبه لي يعني من الشارع، معرفش هو ده زلط ولا صخور بصراحه، وانا غسلته وحطيته. فانت لو لقيتي زلط من ده ماشي، لو انت لقيتي زلط بتاع اللي هو البونه عادي، اي حاجه هتنفع. عايزه تشتري زلط اشتري اللي يريحك يعني. المهم انا بقيت احط بين كل ورقه ورقه زلط اهو، علشان بصوا اوزع الوردة على الفوزة، وتبقى عشان الفوزة تتملي ورد، فاهمين اهو. وعملت الله على الديكور. الله الحبيبي، ربنا يخليك. شكرا شكرا. بس فكده بقى بدأت ان انا لمع الترابيزة علشان بقى احط الحاجات ايه، والدنيا بتلمع كده اهو. بصوا بقى، انا جبت المفرش ايكيا اللي انا وريته لكم قبل كده، قعدت افتح فيه سنة ونص تمام. طبعا ايه، انا يعني جبت الجزء المهم البتاع بقى لزقت في صابعي زي ما انتم شايفين كده، لزق لزق بجد يعني. المهم بقى بعد ما فردتها قعدت افرد، لقيتها ملفوفه بورقه. انا قصدي ان انا اجيب لكم الحتت دي كلها علشان تعرفوا الحاجه ملفوفه ازاي، والتفاصيل تعيشوها معايا يعني، فاهمين. المهم بقى ان انا ايه، قعدت اشوف الوش من الظهر بتاعها زي كل مره، عشان انا ساعات بتلخبط بين وش وظهر الحاجه. اهو ده التيكت بتاعها نازل كده. المهم بدات ان انا اوسطنها واظبط الترابيزه. طبعا شايفين لونه الله اكبر يعني، عاجبني قوي، ولايق على لون الركن عندي الجري دي، وكمان عندي اغلب الحاجات لونها اسود، فلايقه على الخط الاسود اللي على شكل الرصيف اللي في النص ده. قعدت بقى اشوف الطبق ده كده ولا كده احسن، قعدت بعد كده رسيت ان هي هتبقى كده احسن علشان الشكل يعني شكله احسن. جبت بقى البومبونيره اللي انا وريتها لكم برده في الفيديو اللي فات، كنت حاطه في البونبوني ما شلتهوش. جبت بقى البونبونيره اللي هي دي، لسه هحط فيها حاجات دلوقتي، وجبت الفازه الخطيره بتاعتي اللي انا لسه عاملاها، وحطيتهم هما ثلاثه جايين مقاس الصينيه بالظبط تمام. هاجي بقى دلوقتي ان انا حطيت البسكوت بتاعي. البسكوت ده انا بحبه جدا، بيتباع بالكيلو، كيلو ب50 جنيه اعتقد. قعدت بقى بصوا شايفين الفن بتاعي، قعدت احطه زي برج كده شايفين. قعدت بقى اعملها زي، عارفينها لما كنا بنلعب بالدومنه زمان، نحط واحده كده وواحده كده، كل ده عشان ايه، تتوازن وما تقعش. مش هتقع نهائي إيه؟ شايفين يعني مستحيل ان هي تقع، مستحيل. بصوا ما كانكم شفتوش حاجه. بصوا بقى قعدت ايه اظبط فيها، مستحيل تقع يا جماعه، انا بقول لكم مستحيل اهو تمام. نيجي بقى على المكتبة. طبعا انا مسحت الحتة دي الاول علشان احط فيها الفازة دي تمام. بعد كده بقى ايه، بدأت ان انا امسح الباقي. انا بقى حطيت ايه، كنت ممكن احط ورد، بس انا حطيت بخور اسود علشان لما اجي للمنطقة دي يبقى ريحة البخور حلوة يعني، فاهمين.
نسيت اقول لكم ان دي انا عاملاها كروشيه على ايدي، دي فكرتها ان انا احط فيها الريموتات، تمام، منظم ريموتات، وهعمل كمان ان شاء الله واحده لونها اسود بقى ساده. ده كانت مفرش اصلا انا كنت عاملاه، كنت عاملاه خدوديه، بعد كده رحت فكيت المفرش وعملته كده. عنده لما باجي اعمل فيديوهات تنسيقات هتحسوا ان في خرم ابيض بسيطه اهو، ده حد وقع عليه حاجه رحت انا شلته فطلع لون القماش معاه. بس هنيجي بقى على جزئية الجزامة، دي الجزامة بتاعتي في اخر الطرقة، عندي طرقة كده اخر الطرقة، وحاطة فوقيها اللوحة دي، تمام. طبعا الجزامة شكلها يعني بصوا مش عايزة اقول شكلها ايه، فيها كمامات، الكمامات دي كلها نظيفة. فيها عليها كمان البتاع دي انا بلعب بيها عشان افرد فرد الظهر يعني، وبيها كذا كذا بتاع كده، يعني هما في الاصل خمسة. بصوا هي الاصلي احنا المفروض نلعب بيها بالخمسة كده، طبعا انا صحتي هتجيبش غير كده، شايفين هي دي صحتي والله، حطيت اتنين ما قدرت حتى افردها. ايه طبعا ايه انتوا تفهموا من دي شخصيتي بالظبط وصحتي بالظبط، تمام. تعالوا بقى ايه نسيبنا من الموضوع التافه ده. ده مصحف، بس اعتقد ان المصحف مش جواه عشان كنت كل مره يعني كل مره انا بجيب الصندوق انا مش بلاقي المصحف فيه، حتى في فيديو كده انا كنت ساعه رمضان كنت بجيب المصحف برضو الصندوق ده ما لقيتش فيه المصحف، فشوف المصحف فين، كنت اكيد كنت بقرا فيه في حته. المهم ده بقى الايه الكحول والكلام ده، كل ده كل الكلام ده مش كل الكلام ده هيتشال دلوقتي، اتغيرت صح، حطيت الكلمات في الدرج وحطيت المصحف على المكتب وحطيت المصحف جواه. جبت الفازات اللي انا عاملاها اللي هي الفنية دي، طبعا الفن بتاعي باين عليها، بص بالترتيب كده، دي كانت صينية من نولة ماشي وليها العلبة بس انا مقسماها عاملة يعني حاجتين بيها، ودي كانت ازاز كاتشب وانا عملتها بسبري ذهبي، ودي كانت شجرة كبيرة وكانت بتبهدل لي الدنيا فانا خلعتها كلها ووزعتها بقى ايه على المكان ماشي. ده كان برطمان كاتشب عادي، جبت حيوانات من دي ورحت رزقتها ورشيت عليها سبراي، شايفين الفن بتاعي، شايفين شايفين الحمار ده مش باين عليه ان هو حمار ازاي من كتر الفن بتاعي، اتقلب حصان شايفين. طبعا حطيت الفكة بتاعتي، بص والله عاملة ديكور عليها. السفرة بتعمل كده، دي النتائج المترتبة لما باجي انضف الشقة كلها، فأي حاجة بتبقى في أي حتة أقوم جايباها حطها على السفرة فبتبقى السفرة بالمنظر ده. فأنا دلوقتي يعني هحاول أشيل الحاجات دي كلها قبل ما أعمل كده، مين بيعمل زيي ويحط أي حاجة على السفرة كده وخلاص ارمي ارمي ارمي، كان نعمل جبل كبير. بصوا أصلا شايفين، فيلا بينا. الفرشة دي انا بستخدمها بنضف بيها الكراسي بتاعت السفرة القطيفة، بعمل كده بتطلع التراب كله، فلو انت عندك انتريه قطيفة او كرسي قطيفة استخدميها، بس يعني هي مش خشنة اوي، هي ناعمة عشان لو خشنة اوي هتقطع في القماش. ده زي معطر كده ومعقم اهو اهو شايفين. ده انا عرفته بالصدفه، كنت قاعده كده عند حماتي، المهم طول ما انا قاعده عند على الانتريه هما بيتكلموا في حاجه مهمه وانا قاعده عماله اشم، حاسه ان انا شامه ريحه يعني ريحه تعقيم بس يعني ريحه حلوه تمام. فالمهم قلت لها طنط انت حاطه ايه وكده، فالمهم راحت طلبت منها كده وجابتهولي. ده يعني اول ما برشه بحس ان انا شامه ريحه يعني ريحه حلوه، ريحه نظافه، عارفين ريحه النظافه يعني ريحه حلوه جدا، عارفين ريحه النظافه ولا ما تعرفوهاش؟ هتصور رخيص من ماي واي تمام، هاتوه ده حلو. ده بقى ملمع الازازه، خليه هنا عشان هلمع بيه، ده ملمع الخشب برضه هسيبه هنا علشان هلمع بيه عشان ما عنديش غيره، بس ده يعني ده مش حلو تمام بس هستخدمه وخلاص.
دي بكرة خيط كنت بمارس هوايتي المفضلة ده، معرفش ايه. تعاليلي امي يا سلام، شايفين التراب ومش التراب قد ايه المفارش مهمة في حياتنا والله. بتضايق جدا لو بس يعني الحته دي مش قد الحته دي، او هو مش معدول، بتضايق او حته ربنا، بحس كده ان انا مش مرتاحه، لازم اظبطه. يعني في حاجات كتير بايظه في حياتي بس لازم اظبط المفرش ده، يعني قمه النظام. غسلت بقى طبق الفاكهه بتاعي احطه، ده طبق بسيط خالص كنت جايه من الشارع اصلا بس بحبه. اللي هيسألني يقول لي بقية التفاح فين، انا اكلته عشان ما حدش يكتب لي اي تعليقات، انا اكلت بقية التفاح.